ايش؟ السلسلة تاعي. سلسلك الذهب اللي جبت لك اياه جيت من مصر؟ اه. انسرق؟ اه. وكمان ذهب مصرية والله بتجنن، بدي اروح اوديها لبابا. بابا؟ نعم. شوف السلسلة. يا عيني ما احلاها، ايش هادي؟ سلسلة. واو هاد الزيتر جبت لك اياها من مصر؟ اه. يا عيني يا عيني، طب ديري بالك عليها يا بابا، بلاش تنسري، مش دائما تلبسيها يا بابا، طيب؟ والله بتجنن بتجنن، شايف الزيتر قديش يا عيني كمان هادي؟ اه. واو والله بتجنن فخمة. شافة شافة تحبك تيتا، بتحبك تحبك يا ناس. يلا مبروك يا بابا، مبروك، ألف مبروك. عقبالي. إيش عقبالي؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيا، بفكر بتحكي عقبالي بتقول لا إحنا حرام نزلنا نلبس الذهب. يلا شاطرة. أنت رايحة مع صحباتك. تلعب مع صحباتك؟ طيب ماشي، وخذ هاي مصاري، خذ هاي، خذ هاي مصاري اشتري من الدكان، طيب؟ ماشي. يلا شاطرة، وبتجيب الباقي ماشي؟ ماشي. ارجيني إيش هادي؟ جنيه، واحد جنيه. زي العشرة شيكل. طيب ماشي، شوف هذا ايش مكتوب، هذا الشبكة القومية للطرق مصر. طب روحي يا بابا وبسرعة تعالي ماشي؟ ما تطوليش برا وانت مع صحباتك، وديري بالك على السلسال بلاش حد يسرقوا منك. يلا شاطرة الله يرضى عليكي. الو، والله في الدار. رحنا على السلسال، رح نتابع وخليه لصحباتي، يا رب صحباتي يكونوا في المنتزه. حبك تتابع على هذا السلسال. يعني محلاها والله هالمنتزه هذه، كل يوم بدي اجي عليها. هي يا سلام، والله هي بنت، هي لابسه سلسال حلو، خلينا راح اسرقه منها. هنا اقعد هنا. كيف حالك؟ الحمد لله. ممكن تصير صاحبتي ولا انا عجبت فيكي؟ لا بس انا بعرفكيش، كيف بدي اصير صاحبتك وانا بعرفكيش؟ لا بس انا عجبت فيك وملابسك حلوه وشعرك حلو وكل شيء فيك. لا بس انا انت مش صاحبتي ولا بعرفك، بس عادي يعني خلينا نصير صحباتي. ماشي. ايش اسمك؟ انا اسمي مرح. او انا اسمي دانيا. واو والله حلو سلسالك. ولا 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 ايش مالك يا مرحة تعيطي؟ غلط السلسال. يلا نزل في حرمية، انا بدي اروح اهرب. وين بدي اروح اهرب؟ خلص مش مهم السلسال، المهم سلامتك، ومعملتش فيكي اشي يا مرح. مطورين احنا لما نوصل بيتك. لا هيا هيا يا ريما، خلاص انت روحي على الباب تحتك عشان ما حد يسرق السلسال تاعك كمان، وانا هنروح على الدار. يلا باي يا ريما، شكرا. سلسالك الذهب اللي جبت لك اياه جيت من مصر؟ اه. انسرق؟ اه. شو بتحكي عن جد انت بتحكي؟ اه والله بابا عن جد، بنت انت سرقتها وكانت ترتب لي بشعري. سرقتك اياه؟ اه. بنت صغيرة سرقت لك السلسال؟ اه قدي. كيف سرقت لك اياه؟ كانت تلعب بشعري، حكت لي شعرك مشغول بتعمله، اه وعدلته لهي فجأة بتاخذ سلسالي وهربت. متأكدة أنت؟ اه متأكدة. بتعرفيهاش بالمرة؟ ايه لا. طب لو شفتيها في الشارع ايش بتعرفيها؟ لو شفتيها على اشي مثلا على الكاميرات، ممكن تلاقي كاميرات شفتيها بتعرفيها؟ اه. على كاميرات المراقبة لو جبناها بتعرفيها؟ بعرف شكلها. متأكدة؟ اه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، مش انا يا بابا حكيت لك ما تطلعيش بالسلسال بعيد، روحي على صحباتك وتعالي بسرعة. وين رايحة انت كاينة؟ المنتزه. على المنتزه هذا اللي بعيد؟ اه. تستاهل تستاهل
تعالي معي خلينا نشوف، بلكي نلاقي كاميرات في المنطقة. تعالي تعالي معي. نشآت خليك هنا يا بابا، بتسكر بالمفتاح ما تفتحش لحد ورانا، ماشي؟ عبال ما نيجي نشوف أختك وين سنسالها راح. لخمتين السيارة، الله يسامحك الله يسامحك. كل هذا لو شلحت السنسال في الدار ما صارت كل اللي صار. تعال نجيب السيارة بسرعة. ها يا بابا، ها المنتزه. هذا المنتزه؟ اه يا بابا. وش جابك المناطق هذه؟ هذه المنتزه حد بيجيها يا بابا، وبعيد عن دارنا عن منطقتنا يا بابا. يلا ان شاء الله نلاقيها هان يا بابا. استنى استنى، تنزليش انا وياك ننزل سوا. والله يا بابا ما فيها حد المنتزه. تعالي تعالي نشوف. تعالي ايش جايبك على المنتزه هذه يا بابا؟ هذه منتزه هذه؟ هذه منتزه بابا تجي عليها؟ شافت فيها حد؟ ايش جايبك على المنتزه هذه؟ ويلي، وين سرقت السنسال منك؟ كلها هان. هان واقفين؟ ما شاء الله عليك، شاطرين شاطرين، شاطرة يا بابا شاطرة. السنسال اللي جبت لك اياه تيتا من مصر ضيعتيها هيك، انبسطتي؟ يلا الحمد لله انا جيت عقد هيك يا بابا، الحمد لله. طب ماشي يا بابا، انا مش شايف حد في المنتزه، وشكل هذه البنت شارده من هنا، بس خلينا نروح على اداره المنتزه، بلكي نلاقي في كاميرات عندهم. اه هاي في كاميرات، بلكي نقدر نجيب منهم تسجيل نعرف مين هي البنت اللي سرقه منك. تعالي تعالي معايا. شايف يا بابا، هنا جبنا تسجيل الكاميرات، كاميرات المراقبه، شايفه؟ بس مش معروف مين هي البنت، شايفها؟ ولا معروف لها ملامح، بعيده عشان. خلص يا بابا بعوض الله. وهيك شفت ايش صار فيكي، وهذه قرصة لقدام عشان ما المرة ما تطلعش مع حد. يلا اطلع في السيارة، اطلع اطلع، خليها اروح وروح. عمرك ايش تجي على المنتزة هذه؟ ماشي. ولا حرامية؟ ما تجيش الا الحرامية يمكن هان يا بابا. الله يرضى عليك. مين؟ ماشي. ماشي. يلا عدي يا بابا، يلا خليه يكون درس هذا لك، خليتي تتعلمي ثاني مرة ما تمشيش مع حد غريب. الحمد لله جيت حق السنسال، منيح ما حد خطفك. في هالايام يا بابا كثير خطفين اولاد واطفال صغار. اه منيح ما حد خطفك، منيح انها جت على قد سنسال، شايفه؟ منيح ما سووا لك حاجة، منيح. الله الله من عنده من فوق بحبنا يا بابا. الحمد لله جت عقد هيك. تعالي نشا، تعال تعال، سيبك من الجوال، سيبك، تعال سيبك، هات الجوال، تعال عندي. شايف اختك ما راح يصير فيها؟ انسرق السنسال اللي جبت لي تيتا من مصر، سنسال الذهب، شايف؟ بس عشان وقفت مع واحده غريبه وعملت حالها صاحبتها ومش عارف ايه، وصارت تعملها في شعرها وتزبط لها اياه، وسرقت لها سنسال الذهب. هات هل في هدول؟ هدول ما هي ما قدرتش تسرقهم. هذا درس يا بابا بيعلمنا انه ما نسمعش كلام حد غريب، ما نوقفش مع حد غريب، ما نروحش مع حد غريب، ماشي؟ ماشي. انا ما وقفتش مع حد غريب، اذا حد غريب اخذ مني اجي وقال لي استنى بهرب. ايوه بدناش نوقف مع حد غريب، تمام؟ لما حد يقول لي تعالى بتضفر احلم. ايوه برافو عليك، ما توقفش مع حد غريب. يلا يا بابا حبايبي روحوا على غرفكم، يلا شاطرين، الله يرضى عليكم. وهات الجوال، هات هات، يلا على غرفتك، امشي امشي.